لدينا والاطلاع أيضا عن آخر تطورات المشهد الاحتجاجي وتسليط الضوء على المشهد في الكابينة الحكومية القادمة في العاصمة بغداد. ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل أرشد الحاكم من ساحة التحرير. بداية أرشد أهلا بك، هل لك أن تصف لنا آخر الأحداث الميدانية في ساحتي التحرير والخلاني ومقتربات هذه المناطق لديك؟ تفضل لك الكلمة. نعم اهلا بك. قبل قليل سجلت عدد من حالات الاحتكاك والمواجهات بين القوات الامنيه والمتظاهرين في ساحه الخلاني، وكما ذكرنا ان المتظاهرين يحاولون اعاده السيطره على هذه المناطق ومقتربات ساحه التحرير. في الوقت نفسه القوات الامنيه تحاول حصر التظاهرات داخل ساحه التحرير فقط. هذا هو المشهد اليوم الذي يكاد يتكرر في ساحه التحرير والخلاني، لكن في ساحه التحرير الاوضاع هادئه نوعا ما. يعني تجمعات لعدد من المتظاهرين، تجمعات لعدد من الطلبة، نعم. الذين يعني تدور أحاديث جانبية فيما بينهم ويترقبون إعلان التشكيلة الحكومية المرتقبة، وهناك انقسام في الرأي بين من يرى إعطاء وقت للحكومة ورئيس الوزراء المكلف من أجل تقديم كابينته الوزارية ومن أجل أن تكون هنالك ربما تتضح الرؤية أكثر، وهنالك من يقول أن هذه الكتل الكابينة الوزارية حتى هذه اللحظة هي مجهولة الأسماء ومجهولة المعالم، وبالتالي يقولون هي لا تمثل ساحات الاعتصام والتظاهر حتى هذه اللحظة. طيب هذه الانقسامات أرشد، يعني كيف تسلط الضوء عليها؟ يعني ما هو موقف المتظاهرون من تهديدات الصدر بخروج بتظاهرة مليونية إذا لم تعقد جلسة منح ثقة لحكومة علاوي يوم غد؟ هنالك حالة من الترحيب بما جاء به الصدر في تغريدته الأخيرة والدعوة إلى تظاهرة مليونية، وأيضا سبق ذلك بالأمس كان هنالك دعوات من قبل المتظاهرين في التحشيد لتظاهرة مليونية في 25 من شباط، وبدأوا يعلقون اللافتات وبدأوا يحشدون على مواقع التواصل الاجتماعي لتظاهرة مليونية من أجل الضغط وأيضا أن تكون هنالك استجابة للمطالب. إذا تغريدة الصدر جاءت متزامنة مع ما أطلقه المتظاهرون من تحشيد يوم أمس، وبالتالي الكل يتجه، يعني ربما الأوضاع في ساحات الاعتصام تتجه نحو التصعيد مرة أخرى، وبحسب ما يتحدث به المتظاهرون في حال لم تكن هنالك استجابة أو واضحة وسريعة لمطالبهم، وفي حال تم يعني تقديم الأحزاب وتم تقديم الكابينة الوزارية وفقا لرؤية الأحزاب وليس وفقا للشارع العراقي. طيب هناك مطالبات أرشد بضرورة كشف الكابينة الوزارية أمام الرأي العام ليطلع الشارع العراقي على عليها من قبل لربما الأحزاب، كما طالبوا علاوي بالإفصاح عن حجم الضغوطات السياسية التي مورست عليه. يعني يبدو أن هناك لربما نوعا ما رضا على السيد علاوي في اختيار كابينته الوزارية والرضوخ إلى الأمر الواقع، كيف تقرأ هذا الموضوع؟ في بداية تكليف السيد علاوي كان هنالك يعني تصعيد ضد السيد محمد توفيق علاوي، وعلقت العديد من اللافتات وعلقت العديد من الصور التي كتب عليها مرفوض، لكن ربما تدريجيا و مع الوقت ربما بدأ المتظاهرون يتعاملون مع الأمر الواقع، ولذلك يعني البعض القسم الأكبر منهم بدأ يقول لو نعطي مهلة للسيد رؤية، نعم، لكن البعض الآخر يتحدث على أن السيد علاوي جاء ليس متوافقا مع الشروط التي وضعها المتظاهرون، وبالتالي سيكون مرفوض هو وما يقدمه من كابينة وزارية، لكن الأغلب العام يطالبون السيد علاوي بالكشف عن حجم الضغوطات السياسية التي يتعرض لها. في الآونة الأخيرة كان هنالك حديث من كتل سنية ومن كتل كردية على عدم دعم أو تمرير كابينة علاوي، وبالتالي هنالك ضغط من التيار الصدري على تمرير الكابينة الوزارية. حتى هذه اللحظة هنالك صورة مش يعني غير واضحة المعالم لدى المتظاهرين ما ولد هذا الانقسام في الرأي. حدثنا أرشد الحاكم مراسلنا من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.